اليوم من ناحية بصية قضاء السلمان محافظة المثنى اليوم كحكومة تشريعية والقيادة وأعضاء مجلس محافظة وحكومة تنفيذية بالنسبة للمحافظة نرفض ما قامت به من تجمهر عشائر البدور اللي تابعة لمحافظة ذي قار وما قامت به من خرق أمني واضح لمحافظة المثنى. هذا الأمر مرفوض جملة وتفصيلا، وعلى الحكومة التنفيذية بشقيها الحكومة التنفيذية والتشريعية بالنسبة لمحافظة ذي قار تقديم اعتذار رسمي بهذا الأمر. هنالك قوات أمنية قامت بحماية هذه المظاهرات ووصلتها إلى هنا هذه التجمهر. هذا الأمور تعدي على محافظة ثانية، على حدود محافظة ثانية. هذا خرق أمني واضح، هذا تؤدي إلى أمور واضطرابات بالمحافظة. نحن لا نسمح بهكذا أمور. محافظة المثنى وقضاء السلمان وناحية بصية هي أراضي تابعة لمحافظة المثنى. لا نسمح لأي محافظة أخرى بالتعدي على حقوق أي محافظة المثنى وعلى حقوق أبناء المثنى. ثروات المثنى وأراضيها تابعة للمثنى فقط. هنالك حدود إدارية يجب أن المحافظات تحترم هذه الحدود الإدارية، حدود إدارية مرسومة بين المحافظات والكل يعرف حدوده. لذلك لا نسمح لهم إطلاقاً بالتجاوز على محافظة المثنى، ثرواتها، خيراتها خاصة بأبناء المحافظة. هنالك توجيه رسمي من دولة رئيس الوزراء والحكومة المركزية بعدم التعدي على المحافظة الثانية. هنالك قرارات مركزية وحكومة مركزية تابعين لقراراتها ولأمورها، ملتزمين بالأوامر التي تنطلق من بغداد. لذلك هذا التجاوز مرفوض، وعلى الحكومة المحلية بمحافظة ذي قار اعتذار رسمي لمحافظة المثنى. نحن نلتجئ إلى المحاكم ونلتجئ إلى الأمور القانونية والدستورية، والكل خاضع للدستور والقانون، لنناقض حقوق المحافظة بالقانون.